اسمي محمد كيال، أسكن حالياً في قرية جديدي في الجليل الغربي قضاء عكا. أنا ابن لعائلة اللي كانت تمتلك مئات الدلومات في قرية البروي، وكانت عايشة في بحبوحة وفي وضع اقتصادي جيد. وبعد التشريد والترحيل والنكبة عام 48 أصبحنا لا نملك شيئاً. كان جدي ووالدي رحمهم الله كل الوقت يحنون للعودة إلى قرية البروي. أنا درست في الجامعة العبرية باللغة الإنجليزية وتربية، وأنا أعمل منذ بداية هذا العام في جمعية الدفاع عن حقوق المهاجرين، وأنا واحد من مؤسسي هذه الجمعية. طبعاً لاحظنا نحن المهجرين أنه ما في حدا بيمثلنا، وما في حدا بيحكي باسم المهجرين اللاجئين في الداخل اللي هم مواطنون في دولة إسرائيل. طبعاً ما نطمح إليه هو الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وأن يعيش العرب واليهود كإخوة في فلسطين التاريخية التي تمتد من النهر إلى البحر. طبعا حتى نتوصل لهذا السلام العادل، هذا المفروض السلام يجب أن يستند إلى الحقوق، يعني كل واحد يأخذ حقه، وكل جهة وكل فئة وكل جماعة من حقها أن تعيش في كرامة في هذه البلاد، وفي حياة ديمقراطية، وفي مساواة تامة.